هل العين لها تأثير على وقف الحال وقلة الرزق؟ هل هناك ما يسمى بالعين؟ هل تستطيع العين أن تؤثر على حياتنا، على مرضنا، على مشاكلنا؟ هذا هو موضوع هذا اللقاء أحبتي في الله. طبعا أنا بنيت هذه الحلقة على حديث نبوي، نحن نستمد ثقافتنا ومعلوماتنا من القرآن الكريم ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا مجموعة، أنا يمكن أن أسميها مجموعة من الكنوز، كنوز تعرفك كيف تعيش حياة سعيدة، تعرفك كيف تدرأ الشر عن نفسك وعن أهلك وعن من تحب. في البداية دعوني أقرأ هذا الحديث الشريف ونتأمل ونتدبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. طيب ماذا يعني ذلك؟ أنا سأذهب مباشرة إلى القرآن وأقرأ آية الله تعالى يقول فيها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والحسد يكون بالعين، بعد رؤية رزق أو نعيم معين على الشخص تبدأ عملية الحسد، وبالتالي العين هي التي تحسد وتؤثر. طيب آخر سورتين، سورة الفلق وسورة الناس: ومن شر حاسد إذا حسد. طيب إذن أنا كإنسان مؤمن، والعلم طبعا لا يخدمني في هذا المجال، العلم ليس فيه أي شيء حتى الآن، ولو أن هناك بعض الدراسات عن تأثير العين وأن الحسد موجود بالفعل. نحن قدمنا دراسة قبل سنوات أن العلماء، بعض العلماء بالفعل يعتقدون أن الحسد موجود وأن العين لها تأثير، ولكن هذه الدراسة لم تصل إلى قوة هذا الحديث النبوي الشريف. هذا الحديث يأمرنا أن نستعيذ بالله من شر العين. نستعيذ أي نطلب الحماية والحفظ من الله، لأنه لا يحفظك إلا الله أخي الحبيب. فكيف تستطيع العين أن تضر؟ طبعا الذي يضر هو الله، لأن الله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولكن أنا هنا لدي بعض الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها باستمرار وكان يدعو بها، كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ما معنى ومن كل عين لامة؟ العين لها تأثير أيها الأحبة. طيب إذا كان العلماء الذين ينكرون أصلا وجود النبي وينكرون الخالق وينكرون الروح وينكرون عالم الجن والملائكة، طب كيف سيصلون إلى حقيقة هذه الأشياء الغيبية؟ نحن لا نستطيع أن نصل لها إلا من خلال حديث النبي ومن خلال القرآن الكريم. فإذا العلم الحديث لا يقدم لي أي معلومة حول هذا المجال، ولكن حقيقة يعني كيف تؤثر العين؟ أخي الحبيب، هذا الإنسان لا يزال مجهولا. كثير من الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية العلماء لم يكتشفوا لها علاجا حتى الآن، ولم يجدوا لها تفسيرا، لم يفهموا ما الذي يحدث في دماغ الإنسان وفي قلبه. ولكن أنا كمؤمن أصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام: يجب أن أستعيذ بالله من العين. طيب كيف أستعيذ بالله من العين؟
أكرر هذه الاستعاذة، أقرأ قل أعوذ برب الفلق، أقول أنا أقول، أعوذ نفسي، أعوذ بيتي، أعوذ أبنائي وأقاربي ومن أحب ومن أهتم بهم. قل أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم إني أعوذ بك من شر العين، هكذا أي عين كانت. فهذه الوسائل ضرورية للحماية أخي الحبيب. انظروا، كثير من الناس اليوم يعيشون حياة تعيسة مليئة بالمشاكل. طب قد يكون هناك عين مسلطة عليك ولها تأثير، وكما قلت لكم هذا الكلام لا يستطيع العلم أن يثبته بالتجربة ولا أن ينفيه. يعني حتى الآن العلماء لا يعلمون ما الذي يخرج من العين، ولكن الثابت أن الإنسان في رأسه هنا في دماغه ووراء عينيه يبث موجات كهرطيسية، وهذه الموجات تنتقل وتؤثر على الشخص الذي يقابلك، ولكن الدراسات لازالت في بدايتها. فكل إنسان لديه موجات كهرطيسية يبثها، ولها أنواع، لها أنواع وتصنيفات، وهذه الموجات قد تؤثر على أدمغة الآخرين وقلوبهم. والمجال الكهربائي أو الكهرومغناطيسي للقلب مجال قوي جدا، أقوى من مجال الدماغ، ويؤثر على الآخرين. وهناك دراسة نحن تحدثنا عنها قام بها ما يسمى بمعهد رياضيات القلب في أمريكا، وأثبتوا أن هذه المجالات الكهرطيسية، وهي عبارة عن ذبذبات موجات، يعني المجالات الكهرطيسية للبشر تتفاعل مع بعضها، ولكن حتى الآن لم يستطيعوا أن يدرسوا كيف تتفاعل. فربما الدماغ يطلق هذه الموجات كرد فعل لرؤية العين، لأنك عندما ترى نعمة على شخص، هذه المعلومة تدخل عبر العين إلى دماغك ويتم تحليلها، ويتم إطلاق موجات تتناسب مع المعلومة التي أنت اكتسبتها. وهذا الأمر مثبت علميا أيها الأحبة. مؤخرا قام العلماء بتصميم لابتوب، جهاز كمبيوتر، تستطيع أن تتحكم به من خلال النظر فقط، دون أن تلمسه. أنت تنظر إلى الكمبيوتر وتتخيل أنه يكتب حرف ألف مثلا، يقوم بكتابة حرف ألف. طيب كيف يحدث ذلك؟ يقولون إن الموجات التي يطلقها الدماغ باستمرار، وهذه الموجات الكهرطيسية نحن تحدثنا عنها أثناء عندما استعرضنا خلق الجنين وأسرار خلق الجنين، وقلنا في اليوم في الليلة 42 الجنين يبدأ وهو في بطن أمه، ويكون طوله تقريبا أقل من سنتيمتر. يعني الجنين أحبتي في الله عندما يبدأ بإطلاق الموجات الكهرطيسية تقريبا يكون، يعني أنا أحاول أن أقرب لكم الحجم، تقريبا بقدر هذه. هذا لو تخيلنا أنه جنين، هذا عمره 42 يوم مكتمل، شق الله سمعه وبصره، ويبدأ الدماغ بإطلاق الموجات الكهرطيسية منذ الليلة 42 من عمر الجنين. وبعض العلماء اعتبر هذا دليلا على وجود الروح، أن الروح بدأت، لأن بعد هذه الليلة تبدأ المشاعر ويبدأ العواطف وغير ذلك تتولد في الجنين، ويبدأ الإحساس، عملية الإحساس وعملية الألم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا له حديث عجيب جدا، يقول حسب ما رواه الإمام مسلم،
إذا مر بالنطفة 42 ليلة، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وعظامها، وفي رواية ونفخ فيها الروح. فإذا هذه الموجات التي تخلق وتبدأ مع الجنين عندما يكون عمره 42 يوم لا تتوقف إلا بعد الموت بقليل، تبقى ملازمة لنا. فأي معلومة أنت تخطر ببالك فإن شكل الموجة التي يطلقها الدماغ ستختلف حسب المعلومة. فإذا رأيت نعمة على شخص وتمنيت له الخير فإن شكل هذه الموجة سيكون، أنا يمكن أن أسميه وهذا مصطلح من عندي، شكل إيجابي يؤثر إيجابيا على من يقابلك. أما إذا أردت له الشر وتمنيت زوال النعمة فإن الموجات التي يطلقها الدماغ شكلها سيختلف وستؤثر على دماغ الشخص الذي تحسده وتحدث تغييرات في تؤثر، لأن الدماغ في حالة تفاعل، يعني هذه 100 مليار خلية تتفاعل مع بعضها وتتأثر بالذبذبات وتتأثر بالمجالات الكهرطيسية وتتأثر، فربما تحدث مشاكل لدى هذا الشخص تنكد حياته تجعله لا يستطيع اتخاذ قرار صحيح، فتبدأ المشاكل في حياته الزوجية، يضيق رزقه بسبب أنه لا يستطيع أن يقوم بقرار صحيح، يتخذ سلسلة من القرارات الخاطئة فتوقف حاله. ومركز يعني الناصية هنا هي التي تبث هذه، يعني هنا خلف العينين تماما أو خلف الجبهة، هذه المنطقة هي التي تبث هذه الموجات الكهرطيسية التي تؤثر على البشر. طبعا هذا الكلام أيها الأحبة كلام يعني من الناحية العلمية صحيح، أنا أحدثكم الآن كلام علمي صحيح، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام حدثنا عنه بعبارات بسيطة جدا يفهمها كل البشر. استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. فلذلك أنا عندما أقول أعوذ بالله من العين أو أقول أعوذ بكلمات الله التامة كما علمنا النبي، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، هذا الكلام له قوة له تأثير. ما هو الكلام؟ هو ذبذبات أيضا. ما هو الكلام أيها الأحبة؟ أنا الآن أتكلم، كيف يصل صوتي لكم؟ هو موجات ميكانيكية تنتقل عبر الهواء وتحرك ذرات الهواء ومحملة بطاقة معينة بلغة معينة، وبالتالي أنت عندما تقول أعوذ بالله من شر العين هذا الدعاء له طاقة تعطل الشر القادم إليك من قبل هذا الحاسد. فنحن في عالم مليء بالترددات والذبذبات والموجات، يعني أنت كيف يصلك البث الآن مثلا؟ موجات كهرطيسية ذبذبات يعني. فنحن نعيش في عالم من الموجات الكهرطيسية، ما يسمى بالاتصالات الرقمية، هذه هي موجات بالنتيجة، مثل موجات الدماغ ولكن لها تردد مختلف، ومثل الترددات الصوتية ولكن الصوت له تردد مختلف، الأشعة الراديوية لها تردد مختلف، الأشعة الضوئية هي أيضا موجات ولكن ترددها مختلف. فإذا هنا أخي الحبيب ينبغي أن تحذر وينبغي أن تستعيذ بالله من شر العين، اقرأ المعوذتين على الأقل 3 مرات صباحا و3 مرات مساء، اقرأ آية الكرسي، آية الكرسي فيها طاقة وقوة حافظة لك كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ الفاتحة، ضع في على الموبايل دائما معك سورة البقرة
استمع لها وأنت في الطريق وأنت في ال... لأن الصوت الصوت الصادر من الموبايل أو من الكمبيوتر أو من الشاشة أو من أي جهاز تسجيل، هذا الصوت أيضا هو ذبذبات صوتية، ويؤثر على فكرة، يعني له تأثير. وبالتالي سورة البقرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تستطيعها البطل أي السحرة، وإن الشيطان يفر يهرب يعني من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فإذا كنت لا تحفظ سورة البقرة وصعب عليك قراءتها، فضعها على موبايلك واستمع لها كلما كل يوم، استمع لها وأنت نائم في الليل، استمع لها وأنت تعمل وأنت تقوم بأي عمل، أكل طعام أي عمل، ضع سورة البقرة. فهذا إجراء بسيط وسهل وفي متناول كل يد، في كل إنسان في متناول هذا الأمر، ويستطيع أن يدرأ عنه شرورا هو لا يراها. قد يكون سبب وقف الحال هو عين معينة وأنت لم تعالج هذا الموضوع، مثل إنسان أصابه مثلا جرثومة معينة في أمعائه لم يعالجها، ويمكن أن يجلس سنوات وهو يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي وهو لا يعلم أن العلاج قد يكون بدواء بسيط وأيام بسيطة وينتهي الأمر. فلذلك أخي الحبيب انتبهوا لشر العين، وبخاصة أولادكم، يعني حتى المتاع الذي لديك سواء بيت أو سيارة أو مال أو أي شيء، دائما اقرأ آية الكرسي على نية الحفظ، واستعيذ بالله من شر العين. والنبي علمنا دعاء أختم به: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.